بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم الكامل فؤاد بن ميمون ابن مدينة فاس. يعني كنت تخوت مدينة فاس هذه 13 سنة وانا مستقر في الدار البيضاء. يعني وفكرت ندير هذا المشروع هذا ديال الحلزون اللي هي السيارة هذه مرسيدس 240 240. ويعني هذه السيارة هذه هذه الفكرة هذه من الاختراع ديالي ومن الابتكار ديالي، وماشي يعني انا ابتكرتها وشي واحد يعني صوبها ليا ولا شي حاجه، يعني انا صوبتها بيدي نظرا للحرفه ديالي. يعني كندير الصدور ديال لينوكس لا كونستركسيون ميتاليك في الدار البيضاء، واختاريت جاتني هذه الفكره هذه واختاريتها. يعني ولا لاحظتوا يعني حتى لابياج ديال السياره درتو انه ديال مدينه فاس، راه فيها التقاوس ديال مدينه فاس، ديال بوجلود، ديال باب فتوح، ديال الرصيف. وفكرت يعني نرجع لمدينه فاس ونستقر فيها، لان كنسمع يوميا يعني مدينه فاس الناس ديالها ما بقاوش كيفكروا ولا كيتعاطوا المخدرات، مدينه فاس فيها غير الاجرام الى اخره. يعني قلت انا هذا المشروع هذا ماشي نديرو نمشي لطنجه او الدار البيضاء ولا شي حاجه، لا بالعكس فكرت نرجع للمدينه ديالي اللي هي مدينه فاس، ونشجع الشباب ديال مدينه فاس يعني حتى هما باش يزيدوا يبتكروا حتى هما، ومهما غيشوفوا هذه الفكره هذه يعني حتى الانسان غيبتكر راسو غيدير شي حاجه واحده اخرى. وجيت لهاد مدينه فاس هادي ولقيت صعوبه مع السلطات هنا في مدينه فاس، لان حطيت في سونتر فيل ساحه فلورنس، والسلطات منعتني منعا كليا. يعني وهذا من حقهم، لان حتى هما طلبوا الرخصه ما طلبوش شي حاجه اللي هي صعيبه او غريبه. وانا الحمد لله دفعت الرخصه ديالي ودفعت الاوراق ديالي ودفعت الصور ديال السياره للجماعه ديال اكدال في مدينه فاس، وكنتمنى عطاوني الرقم ديال الملف، وكنتمنى يعني يكون واحد الجواب يعني ايجابي واللي هو يعطيوني الرخصه ديالي. اول مره درت البوش يعني هذه شي 4 سنين، يعني كانت غير طابله عاديه يعني كروسه كيف كنقولوا. يعني وفكرت يعني نطور المشروع، قلت لي ما لا يعني هاد الكروسه هادي علاش ما تحولش واحد السياره اللي فيها واحد البانو سولير اللي هي طاقه شمسيه، واحد التلفازه بلازما، واحد لافابو ديال الماء، وتكون كلها بالزخرفه. ولا لاحظتوا يعني في السقف ديال السياره كاينه زخرفه ديال مدينه فاس راه بالاورانج. لقيت تجاوب مع مواطنين هنا في مدينه فاس، يعني كلشي عجبو هذا المشروع هذا، وكلشي كيشجعني لحد الساعه، كلشي كيشجعني كيقول لي هادشي زوين وما عمرناش شناه، واش انت اللي صوبتي هاد السياره؟ كنقول لهم كيقول لي حنا كنقولوا مدينه فاس يعني ما بقاوش فيها الناس، يعني كنقولوا مدينه فاس ما بقاوش فيها الناس كيفكروا فيها غير الاجرام، ولكن الحمد لله باقي مدينه فاس تعطي وباقي فيها الخير ان شاء الله. وان شاء الله كنفكر يعني ترى السلطات يعني الا ساعدتني حاليا وعطتني الرخصه ديالي كيف انا دفعت لهم وثائق ومازال ما كاينش شي رد ايجابي، يعني الا كان واحد الرد ايجابي وعطوني الرخصه يعني كنفكر ندير واحد السياره واحده اخرى اللي هي غندير ان شاء الله فيه واحد المشروع واحد اخر اللي هو باغي ندير فيه الشاورما ان شاء الله والهومبرغر. مدينه طنجه انا خدمت فيها، يعني لقيت تساهلات مع السلطات بزاف، يعني ما طلبوا لي لا رخصه لا حتى شي حاجه، خدمت مزيان. وفي الدار البيضاء كذلك السلطات ساعدتني تماما، ما عمر شي واحد قال لي من السلطات حيد من هنا ولا عطينا الرخصه ولا كذا ولا الى اخره. حتى جيت لهذه المدينه هذه وفكرت يعني انا هذه المدينه هذه يعني نطورها ونعطي واحد الصوره لمدينه فاس، يعني مدينه فاس اللي كيقولوا عليها فيها الاجرام الى اخره، يعني انا بغيت نحيد ديك الصوره قدام المواطنين المغاربه ونعطيها صوره واحده اخرى، ولكن ما كاينش معاهم. يعني مدينه فاس فيها ضغوطات بزاف، يعني رغم كاين الفقر رغم كاين الاجرام فالسلطات ما كتساعدش، ودفعتهم الرخصه ولحد الان ما قالوا ليش ما غاديش نعطيوك الرخصه، ما قالوا لي والو، ولكن كننتظر واحد الرد ايجابي ان شاء الله من السلطات.